نرحب فيكم من جديد مشاهدينا، ونبلش معاكم أولى فقرات برنامجنا اليوم، واللي راح نتواصل فيها عبر الهاتف مع الدكتور محمد الطبطبائي، رئيس لجنة الإفتاء للأحوال الشخصية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وراح يكون حديثنا عن أهمية عيد الأضحى المبارك كشعيرة إسلامية. حياك الله دكتور محمد معنا في مساء الخير يا كويت، وعيدك مبارك. اهلا وسهلا بكم، عيدكم مبارك، والتحيه لكم ولجميع المشاهدين الكرام. ايامك سعيده يا دكتور، وشرفتنا ببرنامج مساء الخير الكويت. الله يسلمك. واتمنى ان البدايه اليوم تكون عن موضوع مهم جدا، وهو الحديث عن اهميه عيد الاضحى المبارك كشعيره اسلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية نكرر التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام المباركة التي نحن نعيشها، التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الشريف: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نحن في أيام فضيلة، وقد عقبنا يوم الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم الذي شهد الحجاج الوقوف بموقف عرفات وفيه تتنزل الرحمات، وهكذا أعيادنا نحن المسلمين تكون بعد ركن من أركان الإسلام، فلدينا عيد الأضحى ومن قبل عيد الفطر، يكون ذلك بعد أداء ركن من الأركان، فالحج ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس، وفي هذا اليوم نحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة في نفوسنا، وأول ما نبتدئ به بصلاة العيد التي أديت بحمد الله سبحانه وتعالى في دولة الكويت رغم ظروف الوباء، إلا أن الناس قد أتوا واتخذوا الوسائل المطلوبة من تباعد ونحو ذلك، وأدوا هذه الصلاة وحضروا وشهدوا الدعاء المبارك الذي يكون في هذا اليوم، بالإضافة إلى ما يكون من تقرب إلى الله وهو الذبح، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. صحيح، ذبح الأضاحي أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة الزهراء: اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة دم. فهي تستمر ليس فقط اليوم فحسب، بل اليوم وطوال أيام التشريق الثلاثة التي تبتدئ من الغد. سميت بأيام التشريق لأن عادة العرب قديما أنهم يذبحون في أول يوم ثم يشرقون اللحم حتى يجففونه، وبعد ذلك يطول بقاءه واستخدامه من قبل الناس، فلذلك تسمى بأيام التشريق الثلاثة. يستحب كذلك لنا أن نأكل من هذه الأضاحي، لآية وردت في هذا الشأن في قوله تبارك وتعالى: فأكلوا منها وأطعموا. فيستحب الإنسان أنه يأكل من أضحيته. كذلك هذه الأيام أيام فرحة وبهجة وسرور، ولا يكون فيها الصيام، فلا يجوز الصيام في هذا اليوم ولا أيام التشريق الثلاثة. يعني بالنسبة لغد وبعد غد والذي بعده لا يجوز لأحد أن يصوم، ولو كان ذلك بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها أيام فرحة وبهجة وسرور وذكر لله سبحانه وتعالى. فقد ورد في الحديث بأن هذه الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. الذكر ينقسم قسمين: مطلق ومقيد. المطلق في أي وقت تذكر الله سبحانه وتعالى بقولك الله أكبر ونحو ذلك من الذكر. وهناك المقيد الذي يكون بعد كل صلاة من الصلوات. عدد هذه الصلوات هي 23 صلاة، تبدأ من فجر يوم العرفة وتنتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق. لو حسبناها لوجدناها تعادل 23 صلاة طوال هذه الفترة. نذكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء كل صلاة، سواء كنا في المسجد أو في المنزل، الرجل في صلاته، المرأة في صلاتها، بعد أدائها لهذه الصلاة كل منا يكبر
كما ورد في الآية الكريمة، وصيغة التكبير الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك صيغ أخرى في هذا الباب، ولكن هذه من الصيغة. كذلك نحن نستذكر في هذه الأيام الحادثة العظيمة التي وقعت لأبينا إبراهيم عليه السلام، نعم، مع ابنه إسماعيل عليه السلام، ونحن من ذرية إسماعيل عليه السلام، فكان الذبح والفدية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأبينا إسماعيل، فكأن الأضاحي التي نقدمها شكر الله على نعمة الحياة التي نحن نعيشها. فنستذكر هذه الحادثة وهذه القصة العظيمة لأبينا إبراهيم عليه السلام مع ابنه أبينا إسماعيل عليه السلام، ونتعلمها ونعلمها أولادنا، وكيف أن الله سبحانه قد نجى أبانا إسماعيل عليه السلام بهذا الذبح العظيم الذي سماه الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم من الله، ونحن في هذا اليوم نقوم بهذا الذبح، نتذكر ذلك ونتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بأن نحن نعيش في هذه الحياة. وحتى عرف لما رأى إبراهيم عليه السلام الرؤية في منامه، ورؤى الأنبياء حق، فإنه قد رآها مرة أخرى في اليوم التاسع، فعرف بأنها حق من الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم النحر، الذي لازلنا نحن نستذكر هذه الحادثة. وكذلك بالنسبة لرمي الجمرات، هي المواضع التي خرج فيها إبليس لأبينا إبراهيم عليه السلام ورجمه، فنحن نرجمه تذكرا لهذا الموقف. في هذا اليوم الذي نحن فيه يستحب للإنسان أن يوسع على نفسه وأن يوسع على أهله في الطعام ونحو ذلك، وهذه التوسعة فيها إدخال البهجة والفرحة والسرور. ومن كان عنده استطاعة أن يلبس الملابس الجديدة فيستحب في يوم العيد أن يلبس الملابس الجديدة، أما النظيفة فإنها مستحبة طوال السنة، صحيح، لكن في هذا اليوم الملابس الجديدة ومن شأنها أنها تدخل البهجة والفرحة والسرور على نفس اللابس وكذلك في المجتمع. كذلك هذه الأيام هي أيام صدقة وإحسان، فالإنسان من أضحيته يأكل منها ويتصدق، يتصدق بأن يعطي القانع والمعتر، القانع الذي هو لا يسأل وإنما هو فقير من غير سؤال أنت تعطيه، نعم، والمعتر هو المعترض الذي يأتي ويتعرض للإنسان لعله ينظر إليه ويقوم بإعطائه. بعض الفقراء اليوم هو معتر، صحيح، يبرز نفسه ويظهر نفسه في الطرقات وغيرها، فهذا المعتر له نصيب حتى في صدقاتنا، وكذلك الذي لا يظهر نفسه له نصيب في هذه الصدقات. فالإنسان يكثر من الصدقة، وكذلك الدعاء في هذه الأيام ودعاء مبارك مستجاب، فدعاء يوم عرفة مستجاب، وكذلك الدعاء في هذه الأيام أيام العشر الأول، ولا زلنا نحن في هذه العشر، هي أوقات مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من اللهم آمين الجميع. وبهذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء وأن يعيدكم جميعا وجميع المشاهدين والمشاهدات على هذا العيد، وأنتم بمفور الصحة والعافية. وخالص دعانا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح، بأن يرجع إلى بلده سالما غانما معافى، وأن يحفظ نائب الأمير وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يعيدهم على هذه المناسبة العظيمة وهم على موفور الصحة والعافية، وجميع المشاهدين إن شاء الله. اللهم أمين. شكرا الدكتور محمد الطبطبائي رئيس لجنة الإفتاء لأحوال الشخصية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الكلمات وعلى هذا الدعاء لصاحب السمو، الله يرد لنا بالسلامة إن شاء الله. مشاهدينا طالعين فاصل وراجعين لكم.